وهكذا انت كلما نظرت في سير الانبياء والاوصياء عليهم الصلاه والسلام تجد ان لا محاله بمقدار ما اجتذبوا اناسا بدعوتهم نفروا اناسا بدعوتهم لان دعوه الحق من جهه تكون جاذبه ومن جهة تكون منفرة تأكيد إنما تجذب الصلحاء نعم وأبناء الحلال مثل ما نقول ايه وإنما تنفر من الطلحاء وأبناء الحرام اه أمم نعم الله الله هي تصفية تصفية وتمييز نعم تمييز فنحن نعجب من هذا الطرح الذي يطرحه اهل العالم الثاني حينما يقولون انتم بكلامكم هذا تجعلونهم يشتدون اكثر، يتعصبون اكثر وينفرون اكثر. يفترض ان يتقي هؤلاء ان يتقوا الله عز وجل. فينظروا الى ان هذه الدعوه كم ذا حققت من نجاحات عظيمه في اجتذاب ابناء اهل الخلاف بمختلف طبقاتهم ومستوياتهم العلميه والمعرفيه والشعبيه الى دعوه الحق فاعتنقوا التشيع افواجا افواجا على مدى هذه السنين فإذا قلت في قبالهم اناس تعصبوا وتحزبوا واشتدوا ونفروا فنقول دعوه كل نبي كانت هكذا اين انتم عن القران الحكيم القران الحكيم لما وصف نبينا صلى الله عليه واله ووصف ردود الافعال التي قوبل بها كيف تحدث؟ قال تعالى: فلما جاءهم نذير نعم ما زادهم الا نفورا. النذير نبينا نعم صلى الله عليه وسلم نفروا ما زادهم الا نفورا، يعني نعم كانوا اصلا نافرين نعم من الدين، من الحنيفيه، من التوحيد نعم لما جاءهم هذا النذير زادهم نفورا ازدادوا أكثر وهو عين الإشكال الذي وجهوا إلينا يقولون هم أصلا كانوا كارهيننا وكارهين التشيع نافرين منا أنتم هم طلعتوا سببتم رموزهم زدتهم نفورا أي صح زدناهم نفورا في المقابل أفواجهم تشيعوا وآمنوا أما هؤلاء الذين ازدادوا نفورا لأنهم غير مرشحين أو قابلين لأن يهتدوا أصلاً ما بيهم فايدة أصلاً شو تسوي بيهم؟ إذا كانت مجرد زيادة التنفير أمر قادح في الدعوة الإصلاحية أو في المنهجية العملية التي يحملها المصلحون فوجب ان نقدح في دعوه النبي الاكرم صلى الله عليه واله او منهجيته التي حكى القران بشكل صريح انها زادتهم نفورا. نعم. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. بعد هذه آية ثانية. آية بعد ثالثة. هذه المرة يتحدث الله تعالى أو يتكلم عن قرآنه المجيد. نعم. ما أثره؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم. إلا نفورا. سبحان الله. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذا أمر طبيعي يعني. طبيعي أن يكون هنالك هامش من التنفير والنفور في كل دعوة إصلاحية. فعلامه تقدحون بمنهجيتنا لمجرد هذه لا ما لكم حق هذا من قله الوعي والتفقه وضحاله التفكير والادراك النفور تحصيل حاصل التنفير تحصيل حاصل مع كل دعوه اصلاحيه نبي الله نوح عليه السلام نعم ماذا كانوا يفعلون؟ ويضعون اصابعهم فيها نعم ويختش ويغشوا ثيابهم نعم. زينوا ويصرون وضعوا اصابعهم في اذانهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم مره. واصروا واستكبروا استكبروا استكبارا استكبر. يلا. هاي واني كلما كلما دعوتهم. دعوتهم لتغفر لهم نعم جعلوا اصابعهم في اذانهم. واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، يعني شوف يعني دعوه نوح عليه الصلاه والسلام جعلتهم يزدادون نفورا واستكبارا وإصرارا على ما هم عليه من الباطل. افهل نقدح بمنهجيه نوح عليه السلام؟ عليه السلام كلا وحاشا فعلى رسلكم يا قوم يعني أنتم عليكم أن تتفقهوا أنا بالفعل أعجب من مثل هذه التي تسمى انتقادات وما هي بانتقادات لأن شرط النقد أن يكون الناقد منطلقا من أرضية علمية متينة حتى ينقد أو ينتقد أما وإنه ينطلق من جهل أو من ضحالة معرفية من ضحالة فقهية من ضحالة تأريخية هذا لا يصدق عليه انه ناقد ينبغي ان يؤخذ على محمل الجد يعني او ان يلتفت اليه. بالفعل صدق انه بعضهم حتى يمكن ما يدري بهذه الايات بالقران يعني. هو نقول دونكم القران اقرؤوه؟ هو هذا الكلام يعني. يعني والا امة يعني يتعجب انه معقول مثلا يعني انه دعوة النبي الاكرم كانت تنفيرية القرآن معقول كان تنفيرياً معقول نعم, نعم معقول لهذه الفئة من البشر نعم يزيدهم نفوراً بالفعل فلا ينبغي كان على النبي مثلاً صلى الله عليه وآله أن يحبس دعوته بما فيها من مفردات حرجة، تمس مقدساتهم أو القرآن الكريم يحذف هذه الآيات التي فيها مساس بمقدسات الآخرين رموز الآخرين آلهة الآخرين على اساس لا يزدادون نفورا يخليه يزدادون نفورا يطبهم مرض وما بيهم فايده للاصلاح شو نسوي بيهم يعني غير شو نسوي احنا بابو سفيان مثلا نعم يعني؟ بالضبط شو أو بأبي جاهل أو ما أدري منه نجعلنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا بالفعل خلاص ما بيهم فائدة بعد أما في المقابل هذا هذه ايه؟ شروط الدعوة الإصلاحية اللابد أن لابد أن تمس تشخص الفساد والانحراف والزيغ نعم أحسن. ومن يحمله وتثلبه حتى تهدمه بالضبط هسه أسلوب الثلب موضوع ثاني قد نتناقش فيه وقد نتفق أو نختلف ما عندنا يعني مصادرة لحق الآخرين في أن يتخذوا أساليب تكتيكية كما يسمونها يعني مو بالضرورة يستخدم نفس ألفاظنا مو بالضرورة لكن لابد أن يصب لفظه ومؤداه في نفس المصب حتى نقول أنك صاحب دعوة إصلاحية يعني بعبارة أخرى إذا ما يقول, إذا ما يقول مثلاً عمر لعنه الله عليه انه كذا 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 بنفس الالفاظ اللي احنا نستخدمها بمؤداه بمؤداها, بمؤداها بما يصل الى ذلك نعم طبعا النتيجه سيان ترى بالمناسبه يعني كما ينبح علينا لابد ان ينبح عليه والا اعرف هذه مو دعوه اصلاحيه اما مقدار ال يعني مقدار النابحين و مش قد هذا موضوع ثاني يعني لا بس هو هذا اللي المحرار الجيتش ايه اللي يبي اي احسنت اي ايه يعني إيش قد هذا موضوع ثاني الان ايه بس اذا شفنا واحد بالفعل هو يقول انا رافضي وانا صاحب دعوه اصلاحيه وابتغي بالفعل هدم مقدسات ال الرموز الاخرين الباطله نعم هذه الرموز رموز الباطله اهدمها إذا هذا ما يتعرض إلى شيء من الـ يعني المحاربة وردود الأفعال يعني نشك أكو شيء غلط أكو شيء غلط يعني مو معقول في مثل زماننا إلا اللهم إذا وصلوا إلى أقصى درجات ترويض النفس يعني وهم جاي يصلون لها شوي 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 جاي يصلون يعني إلى أنه يسمعون الدعوة الشيعية ويسمعون ثلب أئمتهم وخلفائهم وما أدري منو ممن يعتقدون بهم لكن لا يبدون ذلك الـ الـ يعني لا يتحولون إلى حمر مستنفرة يعني فرت من قسورة لا يمكن يصدر يعني كلمة اعتراضية بسيطة او يكتفي بالشو الاعلامي هذا بالتمثيل امام الكاميرا انه يضرب ما ادري على المنبر ويسوي حركات بهلوانيه استعراضيه ويصيح وما ادري امي عائشه أيوها ويبكي. وزير ايها المدري ايها اللعين ايها الذي لا اسم لك ما ادري شنو من الحكي شغله يسوي حركه يعني تمثيليه تمثيليه بس لا أثر لها على أرض الواقع. المهم أن نتفق على هذه الأرضية الآن. أنه يا أهل العالم الثاني إذا أردتم أن تكونوا إصلاحيين بمعنى الكلمة، نعم لابد مصب عملكم يكون أيضا سلبيا لا إيجابيا فقط. ونقصد بالسلب أنكم تسلبون ما لدى الآخر. شوفوا يعني الدعوة الإصلاحية لها ركنان خلينا نقول أو وجهان، وجه إيجابي بمعنى أن يعبر الإنسان عما لديه هو نعم من دين، من ثقافة، من معتقدات، من قيم نعم هذا الجانب الإيجابي نعم، الجانب السلبي الجانب السلبي أنه ينتقد ما لدى الآخر فيقول هذه الجماعة أو هذا المذهب أو هذا الدين فيه من الباطل كذا فيه من الانحراف والزيغ والضلالة كذا هذا يسمى جانبا سلبيا لأنه يجرح ينتقد لأنه تشخص يشخص ويجرح وينتقد ويسلب منهم عنوان الهدى يقول هؤلاء على ضلالة بمعتقداتهم القرآن الحكيم مثلما هو إيجابي هو سلبي <applause> يعني مثلما جاءت ايات ايجابيه تتكلم عن روعه الاسلام ومعتقداته كذلك جاءت ايات سلبيه تتكلم عن سوء ما عليه الاديان الاخرى هذا الجانب السلبي نعم. النقدي نعم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة مثلا كبركت كلمة تخرج مثلاً من أفواههم يعني وغيرها وغيرها أن يقولوا إلا الدعوة الإصلاحية لابد أن يكون لها هذان اللسانان نعم وإلا ليست بدعوة إصلاحية، لسان إيجابي ولسان سلبي موازن أي لازم فإذا أردتم يا أهل العالم الثاني أن تكونوا إصلاحيين ويصدق عليكم هذا الوصف ونقر لكم به لابد ان نتلمس منكم هذه اللغه وهذه النبره. هذان اللسانان يجب ان نسمعهما او نسمع نسمعكم تنطقون بهما بتوازن. ومره اخرى اكرر الالفاظ، الطريقه، التكتيك موضوع ثاني. هذه الوقت المكان احيانا نفسهم اهل العالم الاول نعم يختلفون في اساليبهم في بالضبط فيهم. احنا لا يعني نحتكر ونقول اما ان تتكلموا بالفاظنا هذه وبمتبنياتنا هذه والا لستم برافضه ولستم باهل العالم الاول لا نقول لا نقول بذلك لا نعم نحن نقول ومصرين على ذلك بان نرى بحسب اجتهادنا ان هذا الذي نحن عليه بالفاظنا بادبياتنا هو الاصح هو الاوقع هو أنفع الانفع والاجدر اي والاجدر نعم والاقوى ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى متبارك لكن نعم ليس معنى ذلك ان نصادر حق الاخرين في ان يتخذوا اساليب اخرى والفاظ اخرى لكل اسلوب لكن المنهجيه في خطوطها العريضة واحد واحد إيجابا وسلبا كلام سليم. بناء وهدما ثنيا يعني لابد أن تبني ديننا على أنقاض ما هدمته من الأديان الأخرى الباطلة الباطلة هذا الذي عرض نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله إلى ما عرضه إليه إلى ما تعرض إليه نعم أو تعرض له. نعم يعني كما قلنا لماذا الآخرون ممن عرفوا في أوساط العرب بأنهم موحدون لا يق لا يعترفون بعبادة الأوثان، خرجوا من دين قريش. لما لم يتعرضوا إلى مضايقات وإيذاء؟ لما لم تحاربهم قريش وتركتهم بمنتهى الحريه؟ السبب انهم كانوا بناة لا هادمين. يعني هو يتحدث عن دينه هو يقول انا يعني هذا ديني الذي اعتقد به الله واحد لا شريك له مثلا ما ادري لا اؤمن بهذه الاعراف الباليه، لا اؤمن بهذه الاشياء بس خلص ويتوقف عند هذا الحد. أما لا يقوم بجهد في هدم ديانة قريش الإساءة لرموزها ثلبها نعم. دعوتهم إلى تسخيفها تسفيهها نبينا صلى الله عليه وآله كان هادما لم يكن بانيا فقط نعم. كان يبني دينه على أنقاض ما يهدمه من الأديان الباطلة المنتشرة في زمانه فحارب الوثنية وهدمها حارب اليهودية وهدمها حارب النصرانية وهدمها حارب المجوسية وهدمها حارب الإلحاد حارب كل فكرة دينية وغير دينية باطلة بلغة الهدم نعم يا رسول وهذا كان إشكال قريش عليه لما جاءوا إلى أبي طالب عليه السلام وعرضوا عرضهم بماذا اشتكوا أو عن ماذا تكلموا في شكواهم أنا قالوا إن ابن أخيك هذا شنو سوى سب آلهتنا وسفه أحلامنا سب وسفة اي وفرق فرق نعم جماعتنا يعني طائفي نعم اي مثل ما تسوون انتم ايه نعم. انتم تحركون الطائفية احنا نسبها لهتهم و إيه؟ ونسفه احلامهم و... ونفرق جماعتهم وطائفية خطابكم الطائفي هذا نحن, نحن محمديون اللهم صل على محمد الله اللهم صل هنيئا لكم محمد شيخنا الغالي على هاي الصفه هكذا نرجو ان نكون ان شاء الله تعالى وأنتم نحن على هذا الدرب، على هذا المنهاج. ولذلك قريش لما عرضت هذا العرض قل لابن اخيك فليكفن عن سب الهتنا وتسفيه احلامنا وندعه والهه. اي خلاص انت روح بعد مع الهك قول انا عندي اله بهذه الصفات سميع بصير قيوم الى اخره. هو الرحمن الرحيم وهذا قرانه وكذا ابني ابني لا تهدم ما لدى غيرك ما عليك ما عليك ايش عليك ايش تدخل عليك ايه ايه ليش تناجزنا وتحاربنا وتسب الهتنا وتفرق جماعتنا وتستمر بمعول الهدم هذا تريد ان تهدم ما نحن عليه من ديانه وعقيده واعراف وتقاليد ليش يعني كل هذا؟ هذا اعتداء على الاخرين كانت تلك كلمه نبينا الاعظم صلى الله عليه واله الخالده في رفض هذا العرض والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك <applause> هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه هاني <applause> وراكم وراكم طيح حظ اللات والعزة يعني أطيح حظ اللات والعزة يعجبه يعجبه أنا وراكم وراكم أو أهلك دونه أنا هذا تكليفي نحن نستنسخ نفس الكلام لو وضعتم الشمس في يميننا والقمر فيه يسارنا او شمالنا على ان نترك هذا الامر ما تركناه او نهلك دونه. مباركين وراكم وراكم لحد ما نطيح حظ منه ابو بكر وعمر وعائشه لانهم شخوص ورموز الباطل التي بها يتقوم. نعم هم لو ما كانوا قوائم واعمده للباطل بحيث لا يمكن هدمه ما دامت هذه الاعمده موجوده فلا بد اولا من كسر او هدم هذه الاعمده حتى ينهار هذا البنيان الذي تاسس عليها على, على هذه الاركان على هذه الاعمده نعم. لولا ذلك لربما كنا لا نبالي يعني في من يكون ابو بكر ابن اكله الذبان ومن يكون عمر ابن صهاك الزانية ومن تكون عائشة بنت أم رومان من ذول الزبائن ما لهم قيمة يعني يصير في هالحالة ربما مجرد مرور تاريخي واحد يمر إنسان على ذكرهم على سيرتهم للعظة للعبرة كما نمر على شخصيات عديدة في التاريخ بالضبط لكن مشكلتنا أنه هذا البنيان الجاهلي الثانوي الذي جاء الآن بنيان الجاهلية الثانية الذي تاسس من يوم السقيفه ومستمر الى يومنا هذا. على هذه الرموز. قائم على هذه الرموز. ما تقدر تشيله وتهدمه الا اولا تهدم هذه الرموز. ان شاء الله تنهدم. ولا راح يظل مثل ما هو. ان شاء الله تنهدم ويخر السقف عليه. هي جاي تنهدم بعد. هي جاي تنهدم وتنهدم وتنهدم. والان مع هذا الفيلم العظيم بعد ان شاء الله هذه قنبله نوويه بعد هذه يا هيروشيما يا نكازاكي يا تسونامي ما ندري بعد شنو راح يصير هذا بالاخير نتكلم عنه بعد ان شاء الله بس المهم ان الكل يلتفت الى هذه الحقيقه ان التنفير بذاته ليس قادحا في صوابيه وسلامه المنهج الدعوي نعم إذا ما كان يستند على أسس شرعية متينة نعم أحسنتم شيخنا ونحن نقر بأنه هذا التنفير أو هذا النفور قد يفضي إلى أن يعد النافر ويخرج عن طوره إلى مزيد من ال التوحش أو الإجرام أو العدوانية أو البطش هذا نعم لا ننكره ولكن نقول علينا أن نتحمل ذلك. القرآن الحكيم يقول: "وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات" نعم تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. استنكروا هذا الكلام. هذه الايات البينات كانوا يمتلئون غيظا عليها حتى تتغير الوان وجوههم وترى النكاره في وجوههم. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا. سطوة يسطون بهم يبطشون بهم يبطشون بهم ويتوحشون ويجرمون عدوانيين يتحولون إلى أناس عدوانيين لمجرد أنه وحوش تليت عليهم هذه الآيات السؤال يعني الله ما كان يقدر يجيب ينزل هذه الآيات بطريقة لا تؤدي إلى انفعالهم بهذا الشكل كان يقدر ليش أصر على ذلك؟ استفزاز لماذا؟ لأنه لا يتأتى الإصلاح إلا بذلك لا بد من التشخيص والتصريح حتى يستفزون حتى ينصرحون طبيعي هذا أن القرآن الحكيم كان يستفزهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون انتم الهتكم ورموزكم حصب جهنم <تصفيق> <تصفيق> هذا منتهي الاستفزازات